هاو في بالك. هاو في بالك. صباح الخير. المخدرات في تونس بنواعها الكل اختار كبير على المجتمع، واللي ضحيته عادة شباب في عمر الورد، والقانون عمل عقوبات بالحبس وعقوبات مالية اللي خلات نسبة المساجين من الصنف هذا. هذاك علاش المشروع الجديد متاع القانون يكرس الوقاية قبل الزجر والعقوبة، ويشجع المتعاطين هذوما باش يبادروا يطلبوا هما بيديهم باش يتعالجوا. وكان صارت العملية تولي العقوبة بديلة، يعني الخدمة للمصلحة العامة، وهنا يتحقق أنه الناس هذوما يتصلحوا ويتدواوا ويخدموا المصلحة العامة ويندمجوا من جديد في المجتمع. وهذا الكل في إطار مش تتعمل لجنة وطنية ولجان جهوية، وهذوما باش يتلهاوا بتنفيذ العلاج والمراقبة اللي مش تتعمل في سبيطارات تابعة للدولة، وإلا سبيطارات خاصة مرخص لها وزير الصحة. هذا فيما يخص المستهلكين. أما اللي يتعلق بالمتاجرة فإني حاجة أخرى، وهذا على خاطر هي مربوطة بجرائم أخرى اللي هي عادة الإرهاب وتبييض الأموال، اللي هي خطر مش على الإنسان فقط وإنما على النظام العام الاقتصادي والاجتماعي. والجرائم هذه متاع الاستهلاك مربوطة في جانبها الفني بالتحليل، وياخذوا عينات من المشتبه فيه. مش يتعمل مرصد وطني للإحصاء والإعلام والتوثيق والدراسات والبحوث في مجال المخدرات، اللي مش يعتمد هالمعطيات هذه باش يعمل استراتيجيات وطنية لمكافحة الاستعمال الغير مشروع للمخدرات، وبطبيعة الحال التوعية والتحسيس من خطورتها. أما القانون حافظ على مبدأ التجريم، يعني سواء الاستهلاك ولا المتاجرة تبقى في نظر القانون جرائم، والمستهلك باش يتمتع بالوضعية متاع العلاج إنه يتقدم مطلب كتابي وشهادة طبية للجنة الجهوية، وهذا قبل ما يشدوه. وحتى كان شدوه نجم العملية تكون في مرحلة التتبع والتحقيق، ويلزم يوافق صراحة باش يداوي، وهنا يتولي تتوقف التتبعات والمحاكمة. وباش ما تكونش العملية تشجيع المستهلكين، فإن العملية هذه تصير مرة بركة، وإذا كان عاود تولي فما عقوبات أخرى. وولات في المشروع زادة جرائم حتى عطيانها بلاش للاستهلاك، ولا حطانها في حاجات تتاكل ولا تتشرب، والعقوبات زادة ولات تتجاوز السجن، ويوليوا يسحبوا منه البرمي، وإذا كان ما عندوش ما عديش المدة معينة مال الإمكانية باش يتوب من أول مرة، ومش تولي موجودة ويلزم استغلالها. وهذه مسؤولية مش الفرد المستهلك فقط، وإن المال عائلة زادة. هذا ما عندي اليوم، وإن شاء الله نهاركم أمان وفي أمان الله. هاو في بالك. هاو في بالك.